بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. نبدا مع حضراتكم من الدوري المصري الممتاز، وفريق طلائع الجيش تعادل مع الجونه سلبيا في اللقاء اللي جمع الفريقين على استاد خالد بشاره بالبحر الاحمر، ده ضمن مباريات الجوله 24 من بطوله الدوري المصري الممتاز. بالنتيجه دي بيحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 31 نقطه في ترتيب مسابقه الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل فريق الجونه المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطه. نجح فريق سيراميكا في الفوز على البنك الأهلي بالنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن فعاليات الجولة 24 للدوري المصري، وبالنتيجة دي بيحتل سيراميكا المركز الخامس في جدول الترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، بينما يقع البنك الأهلي في المركز 14 برصيد 22 نقطة. النادي المصري فاز على فريق النصر القاهري بنتيجة 2-1 في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم على استاد الكلية الحربية بالقاهرة، ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة 25 من الدوري المصري واللي هتجمعه بفريق فيوتشر. مسؤول نادي الزمالك استقروا على سفر أحمد حمدي لألمانيا، وده لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد الإصابة اللي تعرض ليها يوم الأحد في اللي فات في مباراة نهضة بركان المغربي بنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية واللي توج الفريق بلقبها. اضطر مصطفى عسل المصنف الرابع على العالم لرجال الاسكواش للانسحاب من بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، ده بسبب إصابة في الركبة واللي تعرض ليها في نهائي بطولة العالم PSA. وبكده خلصت جولتنا الرياضية.